هيبدأ النهاردة المحاضرة الرابعة أو تشابتر 3 في الـ Information Retrieval Course. المحاضرة النهاردة هنتكلم عن فكرة الكويريز. بقى أنا دلوقتي المفروض إن أنا عندي زي ما قلنا في داتا سيت، والداتا سيت دي فيها مجموعة دوكيمنتس، والمفروض إن احنا بنينا إندكس. الإندكس ده فيه كل التيرمز الموجودة جوه الدوكيمنتس دي، ومن خلال الكويري بحدد الكيوردز، وبقدر اعمل بعد كده ماتشنج بقى، سواء كان باينري سيرش او سواء كان اي نوع من الانواع اللي قلناها، البوستنج ليست، الميرج ليست، الحكاية اللي احنا قلنا. النهارده بقى هنحاول نكتشف نقط جديده، يعني هنحاول نكتشف حاجه اسمها الوايلد كارد كويريز، السبيلنج كوركشن، والساوندكس. الثري بوينتس دول ان شاء الله باذن الله هنعدي عليهم النهارده، وهنشرح اكزامبل بسيط لكل واحد فيهم، بحيث ان الدنيا تبقى اوضح بعد كده. لو الموضوع بقى اكبر شويه، حبيت اعمل بروجرامنج للنقطه دي، يبقى الكونسبت موجود عندي، فاقدر اعمل كود للكلام ده كله بمنتهى البساطه. زي ما قلنا قبل كده ان الديكشنري او القاموس اللي انا ببنيه، اللي فيه مجموعه الكلمات اللي عندي، وكل تيرم موجود جنبه الدوكيومنتس اي ديز اللي هو موجود فيها. فهنا بقى انا عايز ابدا افكر ايه نوع داتا ستراكشر اللي ينفع اخزن فيه الشكل ده، التيرم وجنبيه الدوكيمنت اي ديز بتاعته. طبعا نفتكر سريعا، ده المفروض الدكشنري اللي هي تيرمز، والناحيه اللي على اليمين دي اللي هي البوستنجز ليست او ليست اوف دوكيمنتس اي ديز اللي موجود فيها التيرم ده. هنا قال لك انا عندي اختيارين، يا اما هشتغل هاش تيبلز يا اما هشتغل تريز. الاثنين دول المفروض لو انا حبيت انفستيجيت اكتر ورا الموضوع ده، دول مشروحين في كورس اسمه داتا ستراكشر، او طريقه تكوين البيانات او وضع البيانات في شكل هيكل، بحيث اسرع موضوع الريتريف او السيرش جوه الدوكيومنتس دي او جوه الستراكشر ده. سريعا كده، الهاش تيبل كتكنيك طبعا مش هنشرحه بالتفصيل، بس هو الفكره ان يعمل مابنج لكل تيرم عنده تو ان انتجر نمبر، يعني كل كلمه بيعمل بروسيسنج كده معين بيحولها لرقم. ميزته طبعا ان انا بقدر اسيرش عن الرقم ده، فبجيبه وان شوت، لان هو طبعا سورتد بشكل معين، فبقدر اجيب الداتا ايه، اوردر اوف 1 او كومبلكسيتي اوف 1، يعني ستيب واحده. مشكلته ان طريقه الجنريشن نفسه بتاع الهاشنج بيبقى اصعب شويه كل لما التيرمز تزيد. فلو حبينا ناخد الشكل ده مثلا، احنا طبعا قلنا ان كل كلمه بيحصل لها مابنج بانتجر نمبر، ففي عندي هاش فانكشن بديها الترم وبتجنريت هي الاي دي. فانا مجرد لما باخد الترم بابلاي عليه الهاشنج فانكشن وبيطلع لي الرقم، وبعد كده بسيرش جوه الليست. زي ما قلنا هي المشكله في الجنريشن بتاع الهاش نفسه، لان ده بيبقى اكسبنسيف خصوصا لو كان عندي تيرمز كتيره. طيب بالنسبه للباينري تري، طبعا الباينري تري هنا من اشهر الاكزامبلز الموجوده، وبيبدا يقطع الكلمه وبيعمل روت، وبعد كده بيمين وشمال اكوردنج الكاركتر اللي جاي وهكذا. في طبعا بعد كده ادفانس شويه اللي هو البي تري. الباينري تري سريعا كده، هي باين من اسمها باينري تري، يعني كل بيرنت لي تو تشايلد بس، على عكس البي تري. طبعا البي تري هنا هتلاقي في نود يبقى ليها تو تشايلد او تو تشيلدرن، وبعد كده في مثلا 3 4 5 وهكذا. طبعا هنا عامل مقارنه سريعه، مميزات التري وصعوبتها. الفكره في السيرش في التري، هناك كان اوردر اوف 1، هنا لا، هنا اوردر اوف لوج ام. فدي برضو من ضمن النقط. هنا بيقول لك طبعا هي التري عشان تكون بالانسد او متوازنه، يعني ما ينفعش يبقى في برانش فيه كل الداتا وبرانش تاني فاضي، دي فيها ايه، برضو هيبقى فيه اكسبنسيف في البروسيسنج بتاعها. التفاصيل دي او الفروقات بين كل داتا ستراكشر والتانيه بتوضح اكتر لو انا حبيت انفستيجيت في الموضوع، فمحتاج ان انا ادرس الكورس بتاع الداتا ستراكشر، هيشرح لي كل شكل من دول ايه مميزاته وايه عيوبه بتبين ازاي. نيجي بقى نتكلم هنا على نقطه الوايلد كارد كويريز. محتاجين نعرف يعني ايه وايلد كارد كويريز وازاي بتعامل معاها. فكره بقى الوايلد كارد كويريز، ممكن يعني لو حبينا نبسطها شويه، لو احنا كنا شغالين في الاس كيو سيرفر، كنا بنكتب مثلا لو انا عايز سيرش على تكست معين، كنت بكتب لايك وبعد كده بعمل سنجل كوتيشنز كده، وسي مثلا عايز الكلمات اللي بتبدا بحرف الاي، فبكتب ايه وبعد كده باجي هنا جنب الاي وبحط علامه برسنتج. ده معناها ايه؟ معناها ان انا عايز كل الكلمات اللي بتبدا بحرف الاي، فاي كلمه بتبدا بالاي المفروض انها ترجع
معايا هنا فين؟ في الكويري ريزلت بتاعتي. دي اسمها وايلد كارد كويريز. بيقول لك هنا عايز كل الكلمات، هنا عامل استريك هناك طبعا في الاس كيو ال بيعمل علامه البرسنتج. فهنا بيقول لك انا عايز كل الدوكيومنتس اللي بدايتها الثلاث كلمات دول ام او ان. طيب لو انا رجعت للباينري تري او البي تري، هو عامل طبعا روت للحرف فوق. يعني لو رجعنا مثلا للبي تري هتلاقي مثلا حاطط سهل ام الام هنا مثلا، لو او هيمشي كده. بعد كده مثلا من ضمن الشاردين بتوعه جه عند الناحية ام او ان هيمشي الناحية دي. ده معناها ان كل الكلمات اللي تحت البوينت دي كلها بتبدأ بام او ان. عشان كده هنا بيقولك ايه؟ بيقولك لو انت هتسيرش باستخدام الباينري تري او البي تري هيبقى سهل جدا. ليه؟ لانك انت كل اللي هتعمله هتمشي جوه تري ام او ان، مجرد ما وصلت للان عرفت ان هنا ان، يبقى كل اللي تحت الكلمه دي لازم هيكون اوله ام او ان. عشان كده هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الحاله دي انت هتجت الرينج من ام او ان لام او او. طب ليه او او؟ عشان الحرف الطبيعي اللي هيكون بعد الان هو الاو، فهو عايز الرينج كل الكلمات اللي فيها ام او ان لحد لما يوصل للاو، فهو مش عايز الاو. فعشان كده بيقول لك هي ايه؟ الكلمات الاقل من الاكبر من او يساوي ام او ان واقل من ام او او، فهي وذن مين؟ الرينج ده. عشان كده هنا بيقول لك في حاله لو انا بسيرش باستخدام البي تري او الباينري تري الموضوع هيبقى سهل جدا، مجرد انك انت هتعمل تريسنج جوه تري لحد لما توصل للنقطه بتاعتك وتجيت البرانش كله اللي تحت النود دي. طيب لو انا عايز اعملها كده، لو رجعت انا تاني هنا بدل ما اعملها بالشكل ده قمت جيت قلت له لا انا عايز الحاجات اللي بتنتهي بحرف الايه، فعملت كده. دي مشكله كبيره. ليه بقى؟ لان انا لما بدات في الاول كنت بشتغل ازاي؟ بشتغل من الروت بتاع الشجره واقعد امشي فيها يمين وشمال لحد ما اوصل الكلمه بتاعتي. هنا لا، هنا انا بشتغل من الاخر، انا عايز الكلمه اللي اخرها ايه. فدي من ضمن الحاجات الصعبه. فقال لك انا في الحاله دي محتاج ايه؟ محتاج ان انا اشتغل بالبي تري بشكل ايه؟ باكوردز او بشكل عكسي. في بعض الناس بتفكر ان انا ببني شكلين من التريز، تري فورورد وتري ايه؟ باكوردز، واكوردنج الكويري بجيت الايتمز اللي انا عايزها. دي فكره. فدي بقى من ضمن المشاكل، ان انا لو عايز اشتغل باكوردز هيبقى ليها كوست، وفورورد برضه هيبقى ليها كوست. تخيل بقى لو انا عندي كويري بالشكل ده، الكويري دي المفروض وعايز اي كلمه اقولها بي ار او ويكون اخرها سي اي ان تي. هنا بقى كتفكير دي الجزء اللي على الشمال ده اشتغل فورورد فهجيب كل الليست، والجزء اللي على اليمين اشتغله باكورد واعمل بعد كده ايه؟ انترسكشن بين الاثنين. فالترمز اللي موجوده في الاثنين معناها انها بتفيريفاي الكويري دي. طيب نجحنا الحمد لله وجبنا كل التيرمز اللي هي بتفيريفاي الوايلد كارد كويريز، سي مثلا جبنا 5 أو 6 أو 7 تيرمز. برضو انت محتاج بعد ما تاخد التيرمز دي تسيرش جوه البوستنج ليست عشان تجت الدوكيومنتس اي دي اللي المفروض موجود فيها التيرم ده. يعني ايه تاني؟ يعني سي دلوقتي انا استخدمت الباكورد والفورورد تمام، ورحت لفيت جوه الشجره وجبت التيرمز كلها والدنيا جميله جدا. طيب الجزء الاولاني بتاع الكويري جاب لي كل التيرمز اللي موجوده او اللي فيها ايه؟ وايلد كويريز اللي انا جبتهم. بعد ما خلاص حددت التيرمز اللي انا هشتغل عليهم اروح بقى اسيرش جوه البوستنج ليست عشان اجيب الدوكيومنتس اي ديز اللي فيها الكلمات دي. لان انا التارجت بتاعي زي ما قلنا في الاخر خالص ان انا اجيب كل الدوكيومنتس اللي بتساتسفاي الانفورميشن نيد اللي اليوزر كتبها. فانت بعد ما هتجيت التيرمز هتروح للبوستنج ليست وتجيب الاي ديز بتاعه الدوكيومنتس بتاعتك. هنا مثلا كويري بالشكل ده، دي كومبلكس اكتر شويه. انا هنا عندي وايلد كارد كويريز وهنا وايلد كارد كويريز فورورد باكورد، وهنا نفس الكلام هطلع التيرمز اللي هنا واللي هنا واعمل اند هنا
عشان اجيب الحاجات اللي اولها واخرها الكلمتين دول. نفس الكلام هنا الريزلت اللي هتطلع برضو هعمل بينها وبين بعض ايه انترسكشن عشان اجيت التيرمز دي. فايه this may result in the execution of many boolean and queries. دي فيها and ودي and ودي and. فزي ما قلنا من شويه ان الوايلد كارد كويريز هنا في الحاله دي لو انا بشتغل على عايز كلمه والجزء اللي في النص ده المفروض ان هو ignored او ان هو ايه عايز اي كلمه تبدا بالجزء ده وتنتهي بهذا الجزء. ففكره ان انا اجيب الريزلت فورورد هنا وباكورد هنا من البي تريز او الباينري تريز هيبقى طبعا اكسبنسيف، لان انا هجيب هنا الفورورد كل تيرمز وبعد كده هبني التري بشكل باكورد او هتريس التري بشكل باكورد وبعد كده اعمل انترسكشن بين الاثنين وبعض. طب ايه حلها؟ الحل بقى في حاجه جديده هنتعلمها، حاجه اسمها بريميو تيرم اندكس، وده معمول عشان يعالج فكره الوايد كويريز او فكره الاستريكس او اللايكس اللي احنا لو عملناها بالاس كيو ال ايه سيرفر. الحلو في الموضوع بعيدا عن الانفورميشن ريتريفال كمان، لو انا بشتغل داتابيز هقدر افهم الكونسبت السيرش انجن مبني بيه، فدي نقطه كويسه جدا 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 وبيفتح معايا افكار كتير جدا في الريسيرش او في البروجرامنج عامه. فكره البريميو تيرم اندكس بمنتهى البساطه، قبل كده كنا احنا بنشتغل ان احنا بنجيب التيرم بيبقى انتري واحد بس وبيبقى موجود جوه الاندكس. البريميو تيرم اندكس لا، الموضوع مختلف، بيبقى للكلمه الواحده اكتر من انتري جوه الاندكس. يعني لو حبينا نسهل الموضوع او نفسره اكتر، كلمه مثلا هلو، الاكزامبل اللي هناك متاخد كلمه هلو بالشكل ده، هيحط علامه ناحيه اخر حرف ولكن هو ايه دولار ساين. طيب السبيشال كاركتر او الدولار ساين دي علامه على اخر الكلمه. طيب ايه اللي هنعمله بعد كده؟ هنجنريت اكتر من شكل بالنسبه للترم ده. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه عندك هتموف الفيرست كاركتر يبقى هنا، فيبقى الانتري هيبقى اي ال او وبعد كده علامه الدولار ساين وبعد كده اتش، يبقى دي انتري. طيب انتري تاني ايه بقى؟ ال ال او وعلامه الدولار ساين اتش واي الانتري التانيه. طيب التالته هيبقى ال او دولار ساين اتش اي ال وهكذا. فهنا بجنريت اكتر من انتري لكل تيرم. تاني هحط سبيشال كاركتر في اخر الكلمه وبعد كده هبدا اموف الكاركترز من الناحيه الشمال للناحيه اليمين لكل الاشكال لحد لما يخلص عندي خالص. طيب ايه الميزه بقى؟ الميزه عندي اولا الحاجه السبيشال كاركتر، لان هنا بيعلم لك اخر الكلمه فين، يبقى دي اول نقطه. دي بقى مجموعة الانترز، يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طب ليه ما رحلتش الاول الناحية التانية؟ عشان يبقوا ستة، لان اوريدي دي هي سيميلر لدي، فكده كده ايه هتدخل مرة واحدة. يبقى دي لو انا حركت الاول الناحية التانية هرجع تاني لنفس مين؟ نفس الشكل ده. طيب هاجي انا دلوقتي اسيرش مثلا على كلمات بتبدا بحرف الاتش، زي مثلا اتش استرك. نعملها بقى ازاي؟ نفس الـ 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 الخطوه اللي احنا او الفكره اللي احنا بداناها في اول الكورس خالص. انت عندك في دوكيومنتس وفي داتا سيت وعندي كويري، هعمل بروسيسنج معين على الكويري وبروسيسنج معين على الكونتنت اللي عندي اللي بسيرش جواه بحيث اقدر اماتش الاثنين مع بعض. فهنا برضو نفس الفكره، الاتش استرك دي كلمه، لو الكلمه دي انا عايز اعملها اندكس بشكل بريميو تيرم هعمل ايه؟ طبيعي ان انا هعمل هضيف سبيشال كاركتر في الاخر وبعد كده هتعمل ايه؟ هتموف الكاركترز اللي انت عايز تسال بيهم. فالريزلت هتبقى عامله ازاي؟ استريك دولار ساين اتش. طيب ايه بقى الريزلت عندك؟ هتسيرش بقى هنا جوه ازاي؟ المفروض ان انا عشان اسيرش هنا محتاج كل الكلمات اللي بتماتش الشكل ده. يعني ايه بتماتش الشكل ده؟ يعني ايا كان
الكلام اللي هنا ما يفرقش معايا خالص، بس يفرق معايا ان بعد دولار ساين يكون اتش. فانا لو عملت سيرش هنا جوه الشكل اللي قدامي ده هترجع لي الكلمه دي، لانها بتماتش مين؟ بتماتش الشكل ده. طيب وبعدين بمنتهى البساطه الشكل ده المفروض ان هو متاخد من الانترز دي اللي هي بترفير للكلمه اللي اسمها ايه، هلو. فاوتوماتيك هيرجع لي الكلمه بتاعت مين؟ بتاعت هلو. يعني انا بنيت البريميو تيرم اندكس بفكره سبيشال كاركتر، ولما جاتني كويري جديده فعلت السبيشال كاركتر معاها. الشكل اللي طلع بعد ما عملت ابلاي للسبيشال كاركتر دورت عليه جوه البريميو تيرم اندكس انترز اللي عندي، مجرد ما لقيت الشكل ماتشد مع واحده من الانترز اللي فوق اوتوماتيك الكلمه اللي اتبنى منها البريميو تيرم اندكس هتبقى هي ايه، ريزلت من ضمن الريزلتس اللي هترجع معايا بعد ما اشوف ايه، او من ضمن التيرمز اللي المفروض انا كسيرش انجن مدور عليها. طيب اخدت الكلمه دي، هروح بقى سيرش في البوستنج ليست عشان اجيت الدوكيومنتس اي ديز اللي المفروض موجود فيها الكلمه دي اللي انا كنت بدور عليها بالكويري دي. يبقى دي السايكل او الفريم ورك او الفلو شارت او الستبس اللي احنا بنعملها. يبقى انا بنيت البريمي تيرم اندكس فور سيرشنج فور اي تيرمز، جت الكويري حولتها لنفس الشكل، دورت جوه البريمي تيرم اندكس طلع لي شكل من ضمن الاشكال الموجود في كلمه هلو، يبقى كده هلو المفروض ترجع معايا. اخدت هلو هدور جوه البريمي البوستنج ليست عشان اجيت الدوكيومنتس اي ديز اللي المفروض الكلمه دي موجوده ايه جواها. طيب نتخيل بقى الشكل التاني بقى، احنا خلاص ده الكلمه اللي اولها اتش ده كان فورورد بالنسبه للبي 3. طب لو عايزين كلمه اخرها اتش، يعني عايز الشكل ده استريك اهي، نكتب هنا الكويري استريك وبعد كده مين؟ اتش. نفس الفكره، حط الدولار ساين في اخر الكلمه، موف الاستريك هنا، فانت هتسيرش فور الشكل ده. طيب الشكل ده لو انا دورت عليه هنا هيماتش مين؟ المفروض هيماتش الكلمات اللي اخرها ايه. وطيب عشان نقرب الدنيا اكتر بلاش الاخرها اتش عشان انا ما عنديش ايه هلو مش اخرها اتش، نشوف اللي اخرها او. فانا هشوف استريك وبعد كده مين؟ او. نفس الفكره دولار ساين في الاخر وموف الاستريك هنا، يبقى او دولار ساين استريك، اي كلمه يبقى اقولها او وهنا ايه الدنيا فاضيه. ده هيماتش مين؟ هيماتش الشكل ده، يبقى ده هيرجع معايا، الشكل ده مرتبط بكلمه هلو. هروح اسيرش جوه البوستنج ليست عشان اجيت الدوكيومنتس اي ديز اللي فيها الترم دي، وهكذا. نيجي نتخيل بقى لو انا عايز الكويري دي اتش استريك او، نفس الفكره، حط دولار ساين هنا، موف الكلام ده كله الناحيه التانيه، فهتبقى او دولار ساين اتش استريك. الشكل ده بيماتش الشكل اللي فوق ده عندي، يبقى برضه هجيت مين؟ الكلمة اللي هتبقى هلو هتبقى من ضمن الريزلتس اللي هترجع معايا. فكده تقريبا البريميو تيرم اندكس عالج حاجات كتير جدا كان فيها مشكلة كبيرة في موضوع ايه؟ لو انا هسيرش جوه التري او البي تري. في برضه من ضمن الافكار ومن ضمن الحاجات اللي بتستخدم برضه فكرة الباي جرام او الكي جرام اندكسز. طيب ايه بقى فكرته؟ منتهى البساطة انت بتحدد number of characters، عشان كده بيقول لك كي جرام، يعني ممكن يبقى 2 3 4 على حسب الرقم اللي انت بتحدده. فكرته تكست زي كده مثلا، لو هنفترض ان انا هشتغل باي جرام، باي جرام يعني 2 characters، فانا هاجي مثلا نحاول نشوف الطريقه نفسها هتتعمل ازاي. ادي تكست مثلا، برضو فكره special character، بس هنا هتعمل ايه بقى؟ هتيجي عند كل كلمه من دول هتعمل سبيشال كاركتر قبلها واخرها. ازاي؟ يعني حاجه زي ابريل مثلا، هتيجي تحط سبيشال كاركتر هنا وبتحسب بكاركتر، وهنا سبيشال كاركتر. هتشتغل باي جرام، يبقى دي هتتقطع ازاي؟ هتبقى كده، هتبقى سبيشال كاركتر ايه وبعد كده ايه بي وبعد كده بي ار ار اي وبعد كده اي ال ال سبيشال كاركتر. كل واحده من دول هيعتبر انتري جوه الاندكس اللي هو الباي جرام. بيعمل الكلام ده لكل كلمه عنده. فكلمه
ابريل دي او الستيتمنت دي هتتقطع بالشكل ده زي ما احنا شايفين سبيشال كاركتر، والسبيشال كاركتر بيتحسب بكاركتر. فهنا انا كده بنيت الاندكس بتاعتي. طب بسيرش جواها ازاي بقى؟ الكلام ده بيتم لكل ترم عندي، هيسيرش مثلا بحاجه زي كده. هنا خلاص اشتغل ان هو كي جرام، فيشتغل بايه او باي جرام، فيشتغل بتو كاركترز، الكي هنا بتساوي 2، فهو عايز سيرش على كلمه مون مثلا. فكره بقى زي ما قلنا الباي جرام نفس فكره البريمي تيرم اندكس، انك انت بتعمل بروسيسنج معين عشان تبني الاندكس، ولما تجيلك كويري بتعمل عليها نفس البروسيسنج عشان يطلع لك اوتبوت تقدر تسيرش بيه جوه الاندكس اللي انت بنيته. فده نفس الفكره في الباي جرام. جينا هنا قطعنا الكلام في شكل تو كاركترز لكل سيكونس، وهنا بقى هنسيرش بكلمه معينه. طبعا الكلمه احنا بنشتغل بالباي جرام، فبالتالي برضه هنطبق عليها نفس الفكره. فهنحط دولار ساين في الاول، وهنشتغل تو كاركترز. فسي مثلا لو انا بسيرش على كلمه مون، فكلمه مون عندي او ام او ان، هحط دولار ساين في الاول ام، وبعد كده ام او، وبعد كده او ان. دي كده الثري انترز بتاعت مين؟ بتاعت الكلمه او الترم اللي انت هتسيرش بيه. فمثلا عندي عند الدولار ساين ام دي معناها ان انا عايز كلمه اولها ام، فطبعا ده مرتبط بكل الكلمات اللي على اليمين دي. فانت لما بتبني الاندكس كل الكلمات اللي اولها ام واخده نفس الشكل، فبالتالي هترتبط بيها ايه؟ بالكونكشن ده. فانا هسيرش بين الحاجتين دول، انا عايز اول حاجه دولار ساين ام فاولها ام، جاب لي كل الكلمات دي. طب وام او؟ كل الترمز دي مرتبطه بفكره الام او، التو كاركترز دول موجودين فيها. الكلمات اللي ايه؟ او ان، وبعد كده تحت هتلاقي ان دولار ساين، فبالتالي الناس اللي اخرها ام ان. طب نعمل ايه بعد كده؟ هتعمل انترسكشن بين كل الكلمات دي. فده برضو من ضمن الافكار فكره الباي جرام، ببنيه بشكل كاركترز، بربط كل ترم بمجموعه الباي جرامز بتاعته، بعد كده لما سيرش بكلمه معينه بتقسم الكلمه لباي جرامز، وبعد كده بتجيت كل الترمز المرتبطه بكل انتري في الباي جرام ده، وبعد كده بتعمل بينهم بعض ايه؟ انترسكشن. الكلمات اللي موجوده في كل الانترز دي يبقى دي هي السيرش ريزلتس المفروض اللي انا عايزها. طب دلوقتي لو انا عايز سيرش على كلمه ام او ان واستريكس في الاخر، دي بمنتهى البساطه هيجيب اللي زي ما قلنا اولنا ايه؟ ام، بعد كده ام او، بعد كده او ان. طب او ان هنا مفيش بعديها دولار ساين، فده معناه ايه؟ معناها ان هو هيسيرش في كل الكلمات الترمز اللي فيها ايه؟ اللي فيها او ان في الاخر. ده بقى وايت كارد كويريز، فهيجيب لك الريزلتس اللي انت عايزها، والمفروض ان هو هيكون اسرع وايه؟ وسبيس افيشنت. فدي من ضمن الافكار اللي المفروض ايه؟ اللي المفروض تطبق معايا فكره الوايت كارد كويريز، سواء بريمي تيرم اندكس او الكي جرام اندكس. دي برضو كويسه معايا ودي كويسه معايا. المره الجايه ان شاء الله هنشتغل على حاجه اسمها السبيلنج كوركشن. لو كلمه انت كاتبها خطا وعايز ان انا اصحح الخطا بتاع الكلمه دي، هنعملها ازاي؟ ده ان شاء الله هنشوفه المحاضره الجايه.